بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين. درس جديد من كنوز رمضان، وهذا الكنز الخاص بهذا اليوم له من الأهمية بمكان، كنز التصالح والتسامح. قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. التصالح والعفو والصفح عندهم أجر عظيم في الإسلام، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. شهر رمضان شهر الصلح، شهر التسامح. السنة النبوية المطهرة أعلت شأن التحابب ولم الشمل. النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل أدلكم على عمل خير من صلاة وصدقة وصيام؟ قيل: وما هو يا رسول الله؟ قال: إصلاح ذات البين. ألا وإن إفساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. أحبتي في الله، يقبل الجميع على الطاعات والقربات دون أن يعلم أن قبول هذه الأعمال من الطاعات والقربات موقوف على عدم المشاحنة وعدم مقاطعة المسلم. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فيغفر الله لكل رجل أو لكل امرئ لا يشرك بالله إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء. يقال: أنظروا هؤلاء حتى يصالحا. يأخذ المتخاصمين مهلة بثلاث أيام كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. لا يحل لامرئ أن يهجر أخاه المسلم فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهم من بدأ بالسلام. أعطت السنة المطهرة الخيرية لمن بادر بالصلح، لمن بادر بالعفو والتسامح والتصالح. محمد بن الحنفية أعطانا مثالا جيدا في هذا، فقد تخاصم مع أخيه الحسن فأرسل له رسالة قبل ثلاثة أيام يقول له فيها: أنت الحسن بن علي، أمك فاطمة الزهراء ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أمي فامرأة من بني حنيفة، وجدك لأمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوة خلقه، أما جدي فهو جعفر بن قيس. فإذا أتتك رسالتي هذه فبادر لي وصالحني حتى يكون الفضل كله إليك. فبمجرد أن وصلت الرسالة إلى الحسن بن علي حتى سارع وصالح أخاه. الصلح خير، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أنصح نفسي وإياكم بأن لا نحبط ما قمنا به من طاعات وصيام وقيام وقربات وبر والدين بمجرد المشاحنة والمباغضة. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، واصلين غير مقاطعين يا رب العالمين. عسى أن نجد أعمالنا في موازين حسناتنا يوم القيامة. بارك الله فيكم، وإلى لقاء آخر بإذن السميع العليم.